في 14 سبتمبر عام 1927 الراقصة الأمريكية أيسيدورا دنكن الخمار الذي كانت ترتديه حول عنقها التف حول الإطار الخلفي للسيارة، الأمر الذي سحبها للأرض وماتت فورا. في الحقيقة في العالم حاليا في كل ثانية بيموتوا شخصين تقريبا. لما تسمع قصص زي دي وأرقام زي دي بتحس أنك حتموت بكرة، أو مش حتموت بكرة، حتموت هسه. مرحبا بكم، والله سعيد اني شفتكم تاني. مع التطور الهائل الذي حدث في الطب في عصرنا الحالي، مثل اكتشاف الأدوية الجديدة مثل البنسلين مرورا بالتحصين ضد الأمراض المختلفة وانتهاء بالعلاج الجيني، ازداد اللايف اكسبكتنسي او متوسط العمر المتوقع، وبالاخص متوسط العمر المتوقع عند الولادة بصورة كبيرة جدا، حيث كان في عام 1955 يقدر ب 46 سنة فقط، وازداد واصبح 72 سنة. هناك الآلاف حاليا تعدى عمرهم 100 سنة، احتفلوا بعيد الميلاد 100، يعني جابوا لهم 100 شمعة كده خدتوها واحتفلوا. وفي بالضبط كده 34 شخص حاليا عايشين عمرهم أكثر من 110 سنة، على رأسهم اليابانية كين تنكانا التي بلغ عمرها 116 سنة. ما شاء الله تبارك الله. لكن سؤال يطرح نفسه، أنا من قبل بقول لكم متوسط العمر المتوقع عند الولادة ومتوسط العمر المتوقع ولايف اكسبكتنسي، يعني شنو أصلا متوسط العمر المتوقع؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف يعني شنو متوسط، يعني شنو عمر، يعني شنو متوقع، يعني شنو عند الولادة. إذا كان لديك الأرقام دي، العشرة أرقام دي، عايز تعرف المتوسط بتاعها بتعمل شنو؟ بتجمعها وبتقسمها على عددها اللي هو 10. مثلا في المثال ده كانت 40، لكن لو غيرنا رقم واحد الصفر ده بس وغيرناه وعملناه 70 حيبقى المتوسط 47. لاحظوا تغيير رقم واحد أثر تأثير كبير جدا على المتوسط. لذلك زيادة العمر المتوقع التي حدثت في عام 1955 من 46 سنة في عصرنا الحالي أصبح 72 سنة، السبب الأساسي لها الطفل بدل يموت في يوم واحد بقى يعمر يوصل عمر 70 و80 سنة. فذي أثرت تأثير كبير على متوسط العمر المتوقع، حيث أن وفيات الأطفال كانت عالية جدا في الماضي، ومع انخفاضها ازداد متوسط العمر المتوقع. مثلا في السودان لأن وفيات الأطفال عالية، لسه متوسط العمر المتوقع بالنسبة للسودان لسه 65 سنة، في عين أنه عالمي 72 سنة، وفي اليابان تقريبا فاتت 80 سنة، لكن إحنا في السودان لسه 65 سنة. السبب الأساسي أنه وفيات الأطفال عالية جدا، لو نقصنا وفيات الأطفال هيرتفع تدريجيا. في القرن السابع عشر وحتى في أوروبا كان يعتقد البعض أن هناك فترات وسنين معينة في حياة الشخص يكون معرض فيها للموت بصورة أكبر، ولسبب غير معروف كانت مربوطة بالرقم 7، يعني في عمر 7 سنوات، في عمر 21 سنة، في عمر 63 سنة. وكانوا بيعتقدوا أنه عمر 63 سنة ده أكثر سنة الناس بتموت فيه، ولما يصل عمرك 63 سنة احتمالية وفاتك بتكون كبيرة جدا، تعرف بكلايماتريك إيرز أو السنين الحرجة. حتى عام 1693 العالم اليونان قام بجمع معلومات عن المواليد والوفيات في مدينة برونو بألمانيا لمدة 5 سنوات، وقام بضحط هذه الخرافة. يعني تخيل أنك أنت تكون خايف أنك تموت في عمر 63 سنة، وأنا حموت أنا حموت، في النهاية تطلع خرافة يعني وما حاجة علمية. الأمر الأكثر إثارة أن هذه البيانات التي جمعها نيومان تحصل عليها العالم إدموند هيلي، وقام بجمعها ووضعها في جداول، تعرف هذه الجداول بجداول الحياة أو بالإنجليزية Life Tables. هذه الجداول تحاول أن تقدر احتمالية وفاتك قبل أن تصل لعيد ميلادك المقبل، احتمالية وفاتك قبل ما تصل عيد ميلادك الجاي. مثلا أنا الليلة عمري 25 سنة، احتمالية أنه أصل لعمر 26 سنة كم في المية؟ لو جينا أخذنا كمثال جداول الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 2010 ل 2015، لو أخذنا كمثال الأطفال أقل من عمر السنة، هنلقى انه احتمالية وفاتهم قبل ما يتم عمر سنة 0.007451، يعني من بين كل 100,000 طفل اقل من عمر سنة في الولايات المتحدة الامريكية بيتوفى فقط 745 طفل قبل ما يتم عمرهم سنة. ومتوسط العمر المتوقع للباقين اللي هم نجوا من الموت 78.7 سنة. ولكن لو جينا للاشخاص اللي هم حاليا عمرهم 78 سنة، اللي هم الأشخاص اللي هم المفروض يكونوا ماتوا حسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة اللي هي في الفترة ما بين 75 و84 سنة، بيلقى أن متوسط العمر المتوقع عليهم 12 سنة تقريبا. كيف الكلام؟ الفكرة أنه كل ما زاد
عمرك كل ما تقدمت في العمر كل ما زاد متوسط العمر المتوقع، مع انه هو المنطق بيقول انه كل ما تقدمت في العمر معناته عمرك ناقص. الفكره انا عارفها انه كده محيره وكده ما مفهومه، لكن انا بشبهها بشنو؟ بشبهها بالعاب الفيديو. فمثلا زمان لما كنت بتلعب لعبه ماريو كل ما تصل مراحل متقدمه وتنجو من انك تموت كل ما بتصل مراحل متقدمه اكثر، وكل مره احتماليه انك تصل نهايه اللعبه وتختمها اكبر بكل بساطه. يا زاهد رايك شنو في الكلام ده؟ هذا كلام صحيح. مثلا احنا نخاف نركب الطيارة عشان لا قدر الله لا تطيح، وكل صراحة هذا الخوف ما هو مبني على شيء حقيقي او حتى احصائية. رحلة واحدة فقط من بين كل 16 مليون رحلة طيران تجاري ممكن يحصل فيها حادث قاتل. يا لطيف، هذه النسبة واطية شوية، تقريبا توصل ل 0.00006025%. بينما لما تسوق فنسبة ان الشخص لا قدر الله ممكن يتعرض لحادث قاتل هي 0.8%. صحيح انه النسبة شكلها صغير شوية، ولكن مقارنة بالطيران التجاري فسواقة السيارة اخطر ب 128,000 مرة. والموضوع ما هو بسبب غشامة او شيء زي كده، بل له علاقة بالفترة اللي انت معرض فيها للخطر هذا. هذا شيء يسموه exposure. اول ما الواحد يبدا يسوق فنسبة حصول الحادث هي 0.8%، وهذه النسبة ما حترجع 0% الا لما ترجع البيت. ولكن اذا الواحد يسوق فترة طويلة مثلا موقع عمله بعيد فهو معرض انه يحصل له حادث، لانه الخطر لا يزال موجود. انا شخص جدا ملتزم بقوانين المرور، ولكن سبحان الله حتى هذا ما يكفي. اول امس حصل لي حادث، هذا هو. الحمد لله على السلامة أولا، وثانيا أنا عارف إنه شكلي غلطان، بس أوعدكم إني مش الغلطان، بل الطرف الثاني رجع على ورا في الخط السريع وما شافني، وهذا السبب الرئيسي في مشاكل الحوادث، فهي تحصل بسبب الأخطاء البشرية بشكل مباشر أو غير مباشر. الحل للأخطاء البشرية هو إنك تسحب العنصر البشري منها، وده شيء موجود في وسائل نقل كتير حول العالم هذه الأيام. القطارات مثلا كثير منها مؤتمتة أو أوتوماتيكية ما لها سواق، وسبحان الله وضعها ماشي وما لها حوادث كثير. المترو برضو من الوسائل النقل المؤتمتة، زي مثلا مترو دبي تقدر تروح بداية المترو أو نهايته وما حتشوف أي سواق، وحاله ماشي ويجي في وقته بالمليمتر. ونفس الشيء الطيران التجاري، صحيح أنه لها كابتن، ولكن في الواقع الكابتن ما له دور إلا أنه ينتبه على الطيارة من أي مشكلة. حتى الهبوط ممكن يتم 100% بواسطة الأوتو بايلوت أو السواق الآلي. لا تخلي رؤية الكابتن هو في مقصورة القيادة ويهبط الطيارة يخدعك، فهو مشغل الأوتو بايلوت، هو فقط يتأكد أن الأوتو بايلوت لا يتجنن أو يتصرف بغرابة. ولو قدرنا نطبق الأوتو بايلوت في السيارات كمان 100% فما حتحصل حوادث بإذن الله، ولا راح نحتاج إشارات مرور، ولا راح يكون في زحام اصلا. الف حمد لله على السلام. والله يا اخوي زاهد كلامك جميل لا غبار عليه. في الحقيقه او عالميا وبالاخص في فتره الشباب، ممكن نقول في العمر من سنه لحد 44 سنه، معظم الوفيات اللي بتحصل في الفتره دي بيكون سببها الان انتشنال انجريز او الاصابات غير المقصوده. يعني شنو الاصابات غير المقصوده؟ يعني مثلا حوادث الطرق والمرور، الغرق، الحرائق. وعند التزامك بقوانين السلامه فان احتماليه وفاتك بهذه الاسباب قليل. ليه؟ لأنه احتمالية وفاتك أصلاً في الفترة دي قليل. فحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية وبالخاص في الدول المتقدمة، السبب الأول للوفيات هو أمراض القلب وجلطات الدماغ. عشان كده أهم نقاط تركز عليها عشان تزيد عمرك المتوقع: ما تدخن، أكل طعام صحي، ممارسة الرياضة باستمرار، القلق عن حاجات أصلاً في الغالب ما حتكون سبب وفاتك. رغم إنه في ناس عندهم خوف مرضي من الموت، لكن الخوف من الموت أمر طبيعي. اتطور فينا الخوف ده عشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على الجنس البشري. عموماً كل شيء ذاهب للعدم، حتى الكون. قد ما يكون عندنا أهمية كبيرة في الكون، لكن نحن بدأنا بنصنع أهميتنا لروحنا، بنصنع نعيش حياتنا كيف. ده رأيي الشخصي، فما تنسوا تقولوا لي رأيكم تحت في التعليقات. كمان أمشوا اشتركوا في قناة زاهد في الإنبان، بنزل فيديوهات حلوة شديد. ما تنسوا تشترك في القناة من هنا وتحضر الفيديو من هنا. أشوفكم الشهر الجاي. سلام عليكم.